من قبل احتلالهم لفلسطين ومن قبل ظهور الإسلام، اليهود كانوا مكروهين جدا في العالم كله. اتطردوا من أكتر من 80 دولة على مدار 13 قرن، وكان بيتم إجبارهم على ارتداء شارات خاصة علشان يتم تمييزهم واضطهادهم. عانوا أشد المعاناة في أوروبا المسيحية، وكان عصرهم الذهبي في زمن الدولة الإسلامية. والحقيقة أن في أكتر من 750 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم بيكرهوا اليهود. ورغم اختلاف كل الناس دي في ثقافتهم وديانتهم ومعتقداتهم، وكتير منهم يمكن ما شافش اليهود ولا تعامل معاهم، إلا أنهم بيتفقوا على معاداتهم وكراهيتهم. كراهية العالم لليهود من عصور ما قبل الميلاد. وعلشان نوصل للسبب الحقيقي اللي يفهمنا ايه سر كراهية اليهود من جميع شعوب العالم وخاصة الأوروبيين، فلازم نرجع بالزمن لفترة ما قبل المسيحية. قبل ظهور عيسى عليه السلام، وتحديدا في روما واليونان القديمة، كانت معاناة اليهود عرقية بطبيعتها، وده بسبب النظرة الدونية لليهود على انهم خدم من اول ما كانوا بيخدموا في ارض مصر قبل خروجهم مع موسى عليه السلام. واستمر الحال على ما هو عليه لحد ظهور المسيحية، واللي كان من المتوقع انها تحمي اليهود وتضمن لهم الامان على اساس انهم اصحاب رسالة سماوية. لكن اللي حصل كان عكس كده تماما، لان في عهد المسيحيين برز اضطهاد اليهود بشكل غير مسبوق في معظم انحاء اوروبا المسيحية، وتحديدا خلال العصور الوسطى. تم حرمان اليهود من المواطنة، وتم تسكنهم في أحياء معزولة، وأجبروا على تمييز أنفسهم بشارات صفراء على ملابسهم كرمز للجشع والحسد والغطرسة، وأجبروا على ارتداء القبعة السوداء اللي بتميزهم لحد النهاردة. وكان المسيحيين لو شافوا أي شخص غير يهودي بيعمل عادات اليهود، زي أنه يلبس يوم السبت لبس أنضف من اللي بيلبسه كل يوم، يبقى هو كده قصد الاحتفال وتقديس هذا اليوم، او مثلا انه يرفض ياكل لحم خنزير، او انه يسمي ولاده باسماء عبرية، فبيتم اتهام الشخص ده بالانتماء لليهودية وبيلقى بيه في السجن مباشرة. وفي بعض الاحيان بيتم تعذيبه بشكل قاسي جدا، ووصل الحال الى ارتكاب ابادات جماعية ومجازر ضد اليهود. وكان هناك بعض المناطق والمقاطعات بيتم فيها رجم اليهود بالحجارة من قبل الاطفال، على اعتبار انهم فئات اقلية ومن المنبوذين. وكمان تم حرمانهم من الجنسية والحريات المدنية بما فيها الحرية الدينية. بمرور السنين استمر كره المسيحيين لليهود، وتعددت مظاهر اضطهاد اليهود في أوروبا، لدرجة أنهم كانوا كبش فدا بالنسبة للمسيحيين. يعني أي كارثة أو مصيبة تحصل للشعوب المسيحية كان بيتم توجيه الاتهام لليهود مباشرة. فمثلا تم اتهام اليهود بأنهم سبب انتشار الطاعون في أوروبا، اعتقادا بأن اليهود حطوا السم في الآبار، وأن السم ده هو اللي أحدث الطاعون. ثم تطور الطاعون كعدوى بين الناس، وانتشر الخبر وقتها بين عدة دول أوروبية، فقامت الدول دي من جانبها بعمليات الطرد والإبادة ومداهمة منازل اليهود وتعذيبهم. وفي نفس العام قامت معظم مدن ألمانيا بإبادة وطرد جميع سكانها من اليهود. لكن السؤال هو ليه كان كل هذا البغض والكره الشديد لليهود؟ في الواقع أن كره الشعوب الأوروبية وتحديدا المسيحيين منهم لليهود يرجع لعدة أسباب. أولها وأهمها أن بعد بعثة عيسى عليه السلام هنلاقي أن كان في كتير من اليهود رافضين دعوته، وأنكروا أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. ومع زيادة عدد تلاميذ السيد المسيح وتابعيه، شكل ده بدوره خوف وقلق بالنسبة لليهود من أنه ممكن يمثل سلطة دينية تقضي على سلطة اليهود، اللي كانوا شايفين نفسهم ان هم شعب الله المختار، واللي ما ينفعش يكون حد اعلى منه. وده كان اقوى سبب. قلق اليهود وحقدهم ده خلاهم يفكروا في طريقة يخلصوا بيها من عيسى عليه السلام، وبكده يكونوا قضوا على الديانة المسيحية والدعوة دي من جذورها. علشان كده بدأوا يثيروا البلبلة في الوسط الروماني بان دعوة عيسى عليه السلام ممكن تشكل خطر على الحكم الروماني نفسه. وفعلا قدروا انهم يفتحوا عيون الرومان على عيسى عليه السلام، وأمروا بالقبض عليه وتعريضه للمحاكمة، وانتهت المحاكمة بالحكم عليه بالصلب حتى الموت. وطبعا الحقيقة القرآنية أكدت أنه صعد إلى السماء قبل تنفيذ الحكم عليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن بحسب المعتقد المسيحي فالسيد المسيح عليه السلام تم صلبه حتى الموت. وطبعا السبب الأول لموته هم اليهود اللي حرضوا الرومان عليه، وهم اللي كانوا ضمن المجلس الأعلى اللي حكم عليه بالصلب في النهاية. وبداية من اللحظة دي بتتولد نظرة الحقد والكراهية من المسيحيين ضد اليهود،
وهي السبب الأساسي والحقيقي والدافع الخفي وراء أي سبب من الأسباب الأخرى اللي هنتكلم عليها. وصل اعتقاد المسيحيين الأوروبيين وقتها أنه طالما اليهود هم اللي قتلوا المسيح يبقى أكيد عاوزين يموتوا المسيحيين بالكامل، علشان كده كان بيتم إجراء المذابح والمحارق الجماعية من قبل الشعب الأوروبي ضد اليهود، وده أدى إلى تصفية مئات من الجاليات اليهودية. اليهود كانوا بيمارسوا طقوس غريبة ترتبط بشكل كبير بالسحر. الطقوس دي كانت بتسمى الكبالة أو القبالة، وهي من أخطر أنواع السحر اللي اليهود عرفوها من الفراعنة لما كانوا في مصر. والطقوس دي عبارة عن طلاسم بيتقربوا بيها لقوة خفية وبيستمدوا منها أفكار السيطرة على الأشخاص وامتلاك إرادتهم. الطلاسم السحرية دي كانت بتتصل بالشياطين، وكانت الطقوس دي بتتم في سرية جديدة خوفا من أن الشعوب الأخرى تطلع عليها، علشان فيها أسرار فنون الكيد والتربص بهذه الشعوب وخطط للتحريض على اغتيالهم واستنزاف دمائهم. وبفضل طلاسم الشياطين والأرواح الشريرة، اليهود وصلوا إلى الاتصال بأرواح الموتى وكيفية تسخيرها عن طريق تناسخها وتقمص الأجساد لها. وبسبب كده مع اختفاء أي طفل حديث السن من الأطفال المسيحيين، كان الاتهام الأول بيتوجه فورا لليهود بأنهم بيخطفوا الأطفال دي وبيقدموهم كقرابين بشرية. ومع كل جريمة كان بيتهم بها اليهود كانت بتزيد كراهيتهم من قبل المسيحيين، ومع كل ملك مسيحي متدين يحكم أي بلد أوروبي كان بيزيد التضييق على اليهود، لدرجة أنه في بعض أقاليم فرنسا انتشرت ممارسات الكراهية والعنف المجتمعي ضد اليهود. فنجد أن احتفال بعض المسيحيين بعيد الفصح اللي يعتبر عيد مسيحي يهودي أصبحت مراسمه ضرب اليهود على وشوشهم ورجمهم بالحجارة. الغريب بقى أنه رغم كل الاضطهاد لليهود ما كانوش بيحاولوا ينخرطوا أبدا في المجتمع المسيحي أو يقربوا من المسيحيين لمحاولة تحسين صورتهم، بل بالعكس كانوا قافلين على نفسهم أكتر وشايفين إنها فترة وهتعدي، وده لاعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وهيجي اليوم اللي هيسيطروا فيه على العالم كله. فكانوا بيبقوا ماشيين في الشوارع الأوروبية بعجرفة وتكبر، وكان شيء في منتهى الاستفزاز واللي خلى المسيحيين يكرهوهم أكتر وأكتر. تمييز اليهود كان بشكل واضح جدا مش في الواقع فقط، لكن كمان في الفن وفي الصور اللي بتمثل آلام المسيح. هنلاقي ان اليهود فيها لابسين العلامات المفروضة عليهم زي القبعات والشارات الصفراء، وكان بيتم رسم اليهودي في اللوحات بأنف كبيرة معقوفة بهدف تقريب شكله من الشيطان. مع اواخر القرن ال19 ظهر مصطلح معاداة السامية على يد الصحفي الالماني فيلهلم مورن، تحديدا سنة 1879، واللي كان بيعبر بيه عن العنصرية ضد اليهود بالإشارة إلى كراهية اليهود والاتجاهات السياسية والعالمية المختلفة في القرنين ال18 وال19 والحقوق المدنية المتساوية والديمقراطية الدستورية والتجارة الحرة والاشتراكية والرأسمالية. والمقصود حرفيا بالساميين إنهم سلالة سام بن نوح عليه السلام، وهو مصطلح يهودي يتبع التقسيم المنسوب للتوراة للأجناس البشرية. والتقسيم ده قسم البشر إلى 3 أقسام: الساميين نسبة لسام بن نوح، والحاميين نسبة لحام بن نوح، واليافثيين نسبة إلى يافث بن نوح. وده كان تقسيم عرقي على أساس اللون، فاللون الأسود للحاميين اللي بيسكنوا قارة أفريقيا، واللون الأبيض والأصفر سمت اليافثيين وهم أصل الشعوب الهندو أوروبية اللي ساكنين في منطقة الشرق الأقصى وأجزاء من الشرق الأدنى القديم، بلاد فارس وأسيا الصغرى والشعوب الأوروبية. أما اللون المتوسط بين اللونين دول هو لون الساميين، ويقصد به الشعوب التي تقيم في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد النهرين العراق القديم، إضافة إلى سكان سوريا ولبنان وفلسطين. إلا أن الكتاب اللي بيدعي اليهود أنه التوراة أخرج الكنعانيين من أسرة الساميين وتم ضمهم للحاميين كنوع من الانتقام، فأصبح العداء إلى السامية مصطلح يشير إلى عداء الشعوب اليافثية والحامية للجنس السامي اللي اختزلوه في اليهود. وعلميا كلمة سامي تشير إلى مجموعة لغوية وليست فئات عرقية، وهي اللغات السامية زي العربية والأثيوبية والأرمية، فالمتحدثين باللغات دي مش موضع تحيز وعادات السامية، وفي كتير من اليهود ما بيتكلموش عبري وهي لغة سامية، علشان كده المصطلح خاطئ، لكن كان موجود بشكل كبير على الساحة للتعبير عن اضطهاد اليهود خصوصا مع بداية الحرب العالمية الثانية ومحرقة الهولوكوست ضد اليهود. بالرغم من كده معاداة اليهود واضطهادهم كانت موجودة بشكل كبير جدا وملحوظ من قبل أوروبا، وكمان من قبل ظهور مصطلح معاداة السامية. طبعا بدأت تظهر الكتابات المعادية لليهود في ألمانيا زي كتابات يوجين دوريك ضد السيادة اليهودية على الحياة الألمانية،
والدعوة لاتخاذ معايير لتصحيح هذا الوضع، وده بعد ما لقت الحركة دي دفعة قوية على إيد المستشار الألماني بسمارك. ونشأت جمعية معاداة السامية بعدما تمكنت من جمع 255 ألف توقيع يطالب بطرد اليهود، ده غير المظاهرات اللي قامت في عدة مدن ألمانية مؤيدة لهذا الاتجاه باتهام اليهود بتهمة القتل الطقوسي الدموي. وفي سنة 1881 انتشرت الحركة المعادية للسامية في ألمانيا إلى باقي البلاد الأوروبية، وتجددت في روسيا الاضطهادات الدينية، وفي سنة 1882 ظهرت تهمة القتل الطقوسي في المجر، ووصلت الظاهرة إلى فرنسا رائدة التحرير اليهودية. وفي سنة 1886 انتشرت الدعاية المضادة لليهودية بواسطة بول بونتو وإدوارد تريموند مؤلف كتاب فرنسا اليهودية. وفي إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ظهرت أشكال كتير من معاداة السامية. وفي أول مؤتمر دولي لمعاداة السامية طلبوا بتطبيق قيود متعصبة ضد اليهود، ووقتها نشأت قاعدة فلسفية ألمانية وضعت الألمان على قمة البشرية ووضعت اليهود في أدنى سلم البشرية. وفي سنة 1895 تكونت جماعة معادية للسامية في النمسا، وتكونت إدارات صريحة معادية للسامية في فيينا، وكان يرأسها كارل ويجر أحد مؤسسي الحزب الاجتماعي المسيحي النمساوي. أدولف هتلر، أكثر من مشى على الأرض جنونا وجدلا وعبقرية. هتلر اتولد سنة 1889 في النمسا، وقتها النمسا وألمانيا كانوا دولة واحدة، وكان اسمها الجمهورية الألمانية النمساوية بعد الحرب العالمية الأولى. هتلر عاش حياة صعبة، أبوه كان متعصب الرأي جدا وكان بيعامله بعنف طول الوقت، وما كانش حد بيحن عليه غير أمه كارلا، فكان بيحبها لدرجة الجنون، ولحد آخر يوم في حياته كان شايل صورتها في محفظته. وكان هتلر فاشل في الدراسة وساب المدرسة وهو عنده 16 سنة، وخد شنطته وسافر على فيينا مدينة الفنون، وبدأ يرسم مناظر طبيعية ويبيعها، وفضل ينتقل بين بيوت المشردين بيبيع لوحاته لكسب الرزق. وكان في الوقت ده اليهود مسيطرين على جميع أنواع التجارة في فيينا، من أول المعاملات الربوية وشراء اللوحات الفنية بأبخس الأسعار ثم إعادة بيعها بمبالغ كبيرة. وبعد سنتين من الكفاح والبهدلة على الرصفة، هتلر أفلس وما بقاش لاقي يأكل، وقرر أنه يرجع بخفي حنين إلى مسقط رأسه في ألمانيا بعد ما تزل على إيد اليهود في النمسا. هتلر لما رجع ألمانيا لقى أمه كارلا أصيبت بالسرطان، وبعدها بكم شهر ماتت وهي في العقد الخامس من عمرها، وكان سبب وفاتها أنها اتحقنت بجرعة خاطئة من علاج السرطان. اللحظة دي كانت فارقة جدا في حياة هتلر، وهي سبب نظرة الحزن المستمرة في عينيه، ومن يوم وفاة أمه بدأت كراهيته لليهود، لأن الجرعة المميتة اللي ماتت بسببها كانت على إيد طبيب يهودي. بعد وفاة أمه هتلر كان تقريبا مشرد، ولما وصل سن التجنيد الإجباري عام 1913 هرب، وبعدها اتقبض عليه وخضع للكشف الطبي اللي أقر أنه لا يصلح للخدمة العسكرية لطبيعة جسده الهزيلة. بعدها بسنة في عام 1914 قامت الحرب العالمية الأولى، وقتها هتلر قدم نفسه للتجنيد طواعية وشارك في الصفوف الأولى في الحرب. وبسبب الحرب هتلر حصلت له حاجتين في جسمه فضلوا معاه طول عمره، أولها أنه خلال الحرب أصابته شظية في تلك المنطقة الحساسة بين فخذيه، واللي سببت له مشاكل جنسية فيما بعد، وكان دايما بياخد حقن منشطة جنسيا. ولما السر ده اتعرف بعد كده في انجلترا عملوا له اغنيه شهيره كان الانجليز والروس بيغنوها في الشوارع للسخريه من هتلر، وكان اسمها هتلر هاز اونلي جوت وان بول، يعني هتلر لا يملك الا خصيه واحده. الامر الثاني اللي حصل لهتلر بسبب الحرب هو شنبه القصير، واللي كان في الاول شنب كبير جدا زي الشنب الصعيدي كده، ولكن الشنب كان بيمنع التصاق قناع الغاز على وجه هتلر أثناء الحرب، ولأنه كان مصر على الشنب فقرر أنه يقصه من الجانبين بدل ما يشيله تماما، وبقى أشهر شنب قصير في التاريخ. مع بداية عصر النهضة في أوروبا بدأت تظهر المعاملات المصرفية اللي هي البنوك دلوقتي، واللي بدأت كمكان يضمن للأثرياء حفظ أموالهم مقابل حصول المصرفيين على نسبة بسيطة من المبالغ المحفوظة. ولكن مع دخول اليهود للمجال انقلب شكل المعاملات المصرفية في أوروبا رأسا على عقب، وده لأنهم أضافوا خاصية الأقراض الربوية واللي بتستخدم حتى الآن في أغلب بنوك العالم. وهنا حدث الصدام الديني، لأن المسيحية بتحرم التعاملات الربوية، وعلشان كده الكنيسة حرمت التعامل مع البنوك اليهودية. ولكن الحاجة المادية المسة لبعض الناس وكمان الأثرياء اللي مهتموش لكلام رجال الدين
خلوا للبنوك اليهودية مكانة خاصة في المجتمع الأوروبي. بالرغم من كده كراهية اليهود استمرت، وكانوا بالنسبة للشعب الأوروبي مستغلين وحرامية، وده لأنهم كانوا بيقرضوا الناس مقابل الحصول على فوائد تتراوح ما بين 20% ولحد 100%. نتيجة للي عمله اليهود، وقف حال البنوك تماما بسبب اشتغال اليهود في المعاملات الربوية. سبب آخر لكراهية هتلر لليهود، بعد توقيع معاهدة فرساي اللي اعترفت فيها ألمانيا بالمسؤولية الكاملة عن الحرب العالمية الأولى، اعتبرت ألمانيا أن ده تنازل عن الكرامة الوطنية، وكانت مرارة الهزيمة مسيطرة على الشعب الألماني. اليهود ساعتها استغلوا الفترة اللي بتعقب الحروب من الهزيمة النفسية، وكانوا أول من بدأوا بإدخال جميع أنواع المبيقات إلى برلين، من دعارة وقمار وحبوب مخدرة، لدرجة إقامة مسارح الزنا في وسط برلين، وكانوا بيجيبوا نساء متفجرة الأنوثة من كل الدول، وبدأوا بالترويج إلى حرية الشذوذ الجنسي وتشجيعه، ووصل الأمر إلى عمل مؤسسات كاملة للتنفيس عن هرمونات الرجال. وبرغم مرور كل هذه السنوات، فضلت برلين لحد دلوقتي صاحبة أكبر تصنيف عالمي في اللهو والإباحية، وأطلق عليها اسم مدينة الخطيئة. محصلة كل ده كونت نظرة هتلر الساخطة على اليهود، سواء كانت نظرة عرقية باعتبار الألمان عرق نقي واليهود عرق أدنى، أو كانت نظرة سياسية اجتماعية مستمدة من العصور الوسطى في أوروبا باعتبار اليهود سبب كل المشاكل في العالم. ولكن في النهاية أصبح اليهود بالنسبة لهتلر من الأشخاص الغير مرغوب فيهم تماما. وعلشان نرتب سياق الأحداث، بعد الحرب العالمية الأولى واستسلام ألمانيا وتوقيع معاهدة فرساي اللي كانت مذلة لألمانيا، هتلر كان بيتعالج في المستشفى من آثار الحرب، وعرف خبر معاهدة فرساي ساعتها، فجن جنون هتلر وأصيب بحسرة أصابته بالسلوك المضطرب المجنون حتى آخر عمره. ووقتها قرر يخوض الحياة السياسية، خصوصا وقتها كانت انتشرت بروتوكولات حكماء صهيون اللي أظهرت الرغبة اليهودية في السيادة العالمية، لدرجة أنه في سنة 1920 قامت ثورات عنيفة ضد اليهود في المجر والولايات المتحدة، وحتى مؤسس شركة فورد هنري دعم الحركة المعادية لليهود معنويا وماديا. بالفعل هتلر انضم لحزب العمال الألماني، وهو الحزب النازي، ولأن هتلر كان نشيط ومجتهد وخطيب مفوه وصوته عالي ومقنع، أصبح خلال سنتين فقط رئيس الحزب النازي. وفي عام 1923 زاد التضخم والغلاء ووصل إلى أعلى مستوياته، وده الوضع اللي استغله هتلر في التحريض على إقالة الحكومة، وقام بالانقلاب عليها هو ومجموعة من رجال الحزب، وأطلق عليهم اسم قوات العاصفة اللي هتكون الدراع العسكرية للحزب فيما بعد. قوات العاصفة قبضت على حاكم بافاريا وأجبروه على حل الحكومة بدلا من قتله، وبالفعل تم حل الحكومة. وتاني يوم قام هتلر بخطاب جماهيري ومعاه 3000 شخص، وتم الخروج في مظاهرة انتهت بالقبض عليهم جميعا، ووضع هتلر في السجن لمدة 9 شهور قضاها كلها في القراءة، وألف كتابه الشهير كفاحي، واللي وصلت مبيعاته إلى 10 مليون نسخة. واقتنع هتلر أنه لا يوجد طريق للسلطة إلا الانتخابات، وفي عام 1929 رجع الاقتصاد أسوأ مما كان في ألمانيا، وبدأ هتلر في إلقاء الخطب وعقد الاجتماعات في كل مكان من خلال الحزب النازي، وكان دايما يقول انه يملك كل الحلول لمشاكل المانيا، وكان بيعمل 10 خطب يومية لحد ما نجح بالفعل باغلبية في البرلمان، وتم تكليف الحزب النازي بتشكيل الحكومة. بعدها ادولف هتلر جعل معاداة السامية احد المبادئ الاساسية لبرنامج الحزب النازي، ومع صعود النازية للسلطة الالمانية عام 1933 كان عدو هتلر بعد اليهود هم الروس الشيوعيين، وفي 1934 اتحرق مبنى البرلمان. وقتها هتلر اتهم الروس الشيوعيين بأنهم السبب في حرق البرلمان، وأقنع الرئيس بحل الأحزاب الشيوعية. بعد كده هتلر كان سبب في صدور قانون التمكين اللي أعطى سلطة مطلقة للحكومة إنها تسن القوانين بدون عرضها على البرلمان للموافقة، وهنا كان أول ظهور لوجه هتلر القبيح. وظل هتلر يلاحق المعارضة من الأحزاب بغلق مقار الأحزاب وجرائدهم وتلفيق التهم لهم ووضعهم في السجن، وخلال أشهر قصيرة نجح في إحكام قبضته على السلطة التشريعية وأيضا السلطة التنفيذية. حتى المعارضين داخل الحزب النازي قام هتلر بتصفيتهم كلهم خارج إطار القانون، وكان في ليلة واحدة اتسمت ليلة السكاكين الطويلة. بعدها بدأت أسطورة هتلر الحقيقية سنة 1934 لما أصبح رئيس ألمانيا، وعلشان هو ديكتاتور ذكي كان عارف أن أهم حاجة لازم يعملها هو أنه يكسب الشعب،
فبدأ بتحسين مستوى المعيشة بعد ما كانت نسبة البطالة 6 مليون عاطل أصبحت صفر، والاقتصاد الألماني انتعش بشدة، وبعد ما كان ضعيف جدا ولا يكفي احتياج الألمان أصبح الإنتاج فائض. الحاجة التانية أنه اهتم بالإعلام وتأثيره على العقول، فكان حريص على اختيار أدق التفاصيل بنفسه. من فرط جنون العظمة والنرجسية الشديدة كان بيقف قدام المراية بالساعات يتمرن على إلقاء الخطب. الحاجة الأخيرة أن هتلر قضى على الدعارة والشذوذ تماما، وأغلق جميع المواخير وندد ونكل بالشواذ جنسيا، وكان غرضه أن الناس تترك المجون وتتجه للعمل والبناء. وبكده يكون هتلر وفر احتياجات الشعب الألماني من أكل وشرب وثقافة. هتلر خلى الناس تتكيف منه، لأنه كان قال لهم بعد استلام السلطة مباشرة: ادوني 4 سنين وأنا أتعهد أني أغير ألمانيا وخليها دولة عظمى، ونسبة البطالة هتكون صفر. وكل اللي قاله فعلا حصل، والناس اعتبرت ما قدمه هتلر لألمانيا يعد معجزة. بعدها هتلر قام بالاهتمام بالنواحي المعمارية في ألمانيا، وقام بإحكام شبكة طرق سريعة تربط الدول بأكملها، وأمر بإنشاء حدائق ومنتزهات وملاعب في جميع أنحاء ألمانيا. الطرق والمرافق دي من شدة إتقانها موجودة حتى الآن في ألمانيا. وبعد ما اهتم بالبنية التحتية في ألمانيا، هتلر جاب فيردناند بورش صاحب مصانع فولكس فاجن وبورش، وقال له: أنا عاوزك تصنع سيارة سحرية، صناعة ألمانية 100%، وتكون أسرية وحجمها مناسب وبسعر مناسب في متناول الجميع. وتم بالفعل صناعة واحدة من أشهر السيارات في العالم حتى الآن، وهي فولكس فاجن بيتلز. وقام هتلر بالخطاب في الناس وقال لهم أن كل مواطن ألماني هتكون ليه سيارة خلال خطة زمنية قصيرة. وده خلى الألمان كلهم مغرمين ومتيمين بهتلر، اللي نقلهم من الفقر للرفاهية الكاملة. بعد كده اهتم هتلر بالمهندسين العسكريين وأمرهم بالبدء في إنشاء المصانع الحربية العسكرية، وطلب منهم أن ألمانيا تكون قادرة على امتلاك سلاحها. وبعد ما كانت ألمانيا بدون قوات جوية وبحرية، وبعد ما كانوا 100,000 جندي فقط بدون تسليح، أصبح هناك 2800 مصنع سلاح بيشتغل فيهم 72,000 عامل، بعد ما كانوا 4,000 في بدء حكم هتلر. وتم اختراع أسلحة لم تعرفها البشرية من قبل في ذلك الوقت، ومنها أشهر مدفع في التاريخ اللي كان طول الذخيرة الخاصة به تساوي مجموع طول 2 من الرجال. بعدها هتلر عشان يزيد من النمو الاقتصادي في ألمانيا، جاب ألمع العقول الاقتصادية اللي عرفتها ألمانيا، وطلب خطة للتطوير الاقتصادي، ولكن بشروط: بدون زيادة ضرائب، وبدون رفع الدعم عن السلع والخدمات، وبدون قروض خارجية. وكانت الخطة هي عمل سندات بفوائد عالية جدا يستردها المودعون بعد 5 سنوات. وطبعا بما ان هتلر اثبت انه رجل يفي بوعوده، زادت ثقة الناس في الحكومة، واقبل الناس على شراء السندات، ووصلت قيمة السندات الى 21 مليار فرنك. وهنا نكون وصلنا لاهم جزء، وهو يا ترى ازاي هتلر اشعل فتيل الحرب العالمية التانية. في الواقع هتلر بعد ما اطمن انه كسب قلوب الشعب واصبح عنده جيش وسلاح، بدأ انتقامه من اللي اشترك معاه في معاهدة فرساي اللي زلت ألمانيا. وفي سنة 1938 راح قعد مع ملك النمسا في مسقط رأسه وقال له: عاوزين نفتح البلدين على بعض. ساعتها ملك النمسا وافق خوفا من هتلر، واصبحت وقتها النمسا تابعة لألمانيا. ودخل هتلر فيينا دخول الفاتحين في موكب مهيب، بعد ما كان قبلها ب10 سنين بس بيلف فيها مشرد يتسول لبيع اللوحات لليهود. في الوقت ده بريطانيا العظمى كانت بتتابع نمو دولة هتلر، فخافت على مستعمراتها في العالم، وبعتت لهتلر السفير البريطاني نيفل هندرسون علشان يعرض عليه ان يكون في تعاون بين الدولتين، ويأسسوا اتحاد دولي لدول اوروبا، وتكون ألمانيا هي القائد للاتحاد، مع وعد بعدم التدخل الألماني العسكري في افريقيا. طبعا ساعتها هتلر رفض وهو مستاء، وقال جملته الشهيرة: لو مكثت 20 عاما مقابل استعادة المستعمرات الألمانية فسأفعل. ألمانيا كمان كان لها إقليم اتخذ منها من تشيكوسلوفاكيا اسمه سوديتنلاند. تشيكوسلوفاكيا خدته في معاهدة فرساي بطلب من فرنسا، فهتلر قال لهم أنه عاوز الإقليم لأنه كان جزء من ألمانيا. ساعتها التشيك رفضت، فكانت ذريعة لهتلر لاحتلالها. وكان ساعتها في معاهدة بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا سنة 1924 تضمنت فرنسا مع تشيكوسلوفاكيا بعد تهديد هتلر، وقالت ان امن التشيك هو امن فرنسا، واذا حاول هتلر مهاجمة التشيك فرنسا هتتضامن معها. وكمان بريطانيا العظمى قالت: لو فرنسا حاربت هنحارب معها ضد المانيا. وفي اغسطس 1939 هتلر راح لستالين حاكم الاتحاد السوفيتي وقال له: نحط ايدينا في ايدين بعض وندخل بولندا، وانت تاخد جزء وانا اخد جزء. ولما انجلترا سمعت كده قامت بتوقيع معاهدة مع بولندا تضمن الدفاع عن بولندا في حالة الحرب،
وهتلر ما اهتمش بده، وبالفعل في سبتمبر 1939 دخل الألمان والروس إلى بولندا، وبعدها بيومين أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا، فقام هتلر بدخول فرنسا في حرب خاطفة في 17 يونيو 1940، وبعدها تم توقيع مذكرة استسلام فرنسا، وعلشان هتلر يذل فرنسا خلى الفرنسيين يوقعوا مذكرة الاستسلام في نفس القطار اللي وقعت فيه ألمانيا معاهدة فرساي المخزية لألمانيا، وبعدها عرض هتلر السلام مع بريطانيا لكن بريطانيا رفضت، فكانت النتيجة ان هتلر شن غارات جوية على قلب لندن وبدأ بالمطارات الحربية والرادارات، لكن بعد محاولات كتير لم تنجح ألمانيا في فرض سيطرتها على المجال الجوي البريطاني، وده كان أول مسمار في نعش ألمانيا النازية. بعدها وصلت هتلر أخبار ان ستالين حاكم الاتحاد السوفيتي حرك جيشه واحتل دول البلطيق وانه ناوي يغدر بهتلر، ساعتها هتلر اضطر للبدء في مهاجمته بدلا من انتظاره، وارسل له 3 مليون من الجنود في عملية يطلق عليها بارباروسا، ودي اكبر عملية برية في التاريخ. بعدها احتل هتلر دول البلطيق وبيلاروسيا واوكرانيا ودخل موسكو، وكان بالفعل على وشك السيطرة على موسكو ولكنه فشل. خلال فترة الحروب العسكرية الألمانية والدول الكتير اللي هتلر قدر يحتلها، كان في كل دولة ألمانيا بتسيطر عليها هتلر كان بيزيد من اضطهاد اليهود، ووصل عدد الدول اللي احتلها الألمان في الحرب العالمية الثانية حوالي 9 مليون يهودي، ومع نهاية الحرب أصبح تلتين العدد ده من عداد الأموات. الفترة دي شهدت أشد أشكال اضطهاد اليهود، في البداية استخدم النازيين فرق الموت للقيام بعمليات قتل واسعة النطاق لليهود في كل المناطق اللي تم غزوها، ومع زيادة الأراضي اللي احتلها النازية زاد عدد اليهود اللي عاوزين يخلصوا منهم، ومن هنا جت فكرة القتل الجماعي المشهورة بالهولوكوست، واللي تم اعتبارها أكبر عملية إبادة جماعية تنظيما وتطورا في التاريخ. عمليات الإبادة الجماعية دي كان بيتم فيها تقييد اليهود واقتيادهم لمعسكرات الموت، وقبل ما يتقتلوا أو يتحرقوا كانت بتجرى عليهم تجارب بشعة، وبيتم استغلالهم في مد الجيش الألماني بالمعلومات اللازمة للتطور الطبي والتقني، إنهم مثلا يعرضوا اليهود لمجاعات لفترة طويلة لاختبار مدى قوة الجسد البشري على العيش بدون غذاء، أو بتجارب تانية زي زرع الأعضاء أو اختبار الحياة بدون واحد من الأعضاء، وفي النهاية بيتم قتلهم إما بالغاز أو الرصاص وحرق جثثهم أو دفنها في مقابر جماعية. بعد عمليات الإبادة الجماعية دي لليهود، هتلر محاولش يبرر تصرفاته لكنه قال جملة واحدة: لقد كان في وسعي أن أقضي على كل يهود العالم، ولكني تركت بعضا منهم لتعرفوا لماذا كنت أبيدهم.